Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sa'inu yada bin waqi. Bin kafirin alaysa lahu dafi. Bin Allahi zil ma'arija. Tarujul malaikatu wa ruhu ilaihi bi yawmin kana miqda. Kana miqdaruhu 50,000 sana. Fanzur samaran jamila. Innahum yarunahu ba'ida. Utarahum qariba. Yawma takunu as-sama'u kalmuhal. Watakunu al-jibalu kal'ihan. Wala yas'al hamimun hamima. Yubasharunahum. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmizin bibani wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'ah summa yunji kalla innaha laza nazzatan lishawah tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin allazina hum 'ala salatihim da'imun wallazina fi amwalihim haqqun wa'lum للسائل والمهروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتما كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ولا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمعبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوقدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ينذرهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأظهرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساتا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنه أصغني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جل ربنا من تخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا
السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقدم منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأنا من المظلمون ومنا القاسطون ومن أعلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يرد عن ذكر ربه ينوء عذابا أددا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضارا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله motor nama tu dah ada tak dia masuk sana. Yalah, dia balik lagi kan? Dia macam dia pinggir sebelah situ. Tadi ni tak ada ngaduk semen dia tu. Ah, yalah mah. Dia nak dicuci motor lagi tu. Kotor lah, becek-becek tadi. Innilah amlikulakum darah wala rusyadah. قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالة ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه ينلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
Inna nasyadal layli hiya shandu wata'au wa akwa mukila. Inna laka bin nahari sajak sabahan tawila. Waskurima rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Rabbul masyidi wal maghribi la ilaha illa huwa fantakhihu wa fantakhihu wakila. Wa yubirala ma yakuluna wa anjurum wa jaran jamila. Wa jarni wal mukazibina ulin namati wa mahilun qalila. Inna ladaina angkala wa jahima wa tu'aman za'ul badin wa azaban alima. Yawma tarjubul anu wal jibal wa kanatil jibal kasiban mahila. Inna arsalna ilaykum rasulah syahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asofir'auna rasula fa'akhanahum azaw wabila. Fa'kaifa tantakuna in kabarnum yawman yaj'alul wildana nasiba. Nisama'u panjarum bih fanawaduhu maw'ula. Inna zihin tazkira wa man sya'an takhaza ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min sulsayil layli. Sulsayil layli wa nisbahu wa sulsahu wa ta'ifadu minal nazima'a. Wallahu yukadiru layla wa nahar. Alima allan tusuhu fataba alaikum. Alaikum fakara'u ma tayansaru minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum ardoh. Wa akaruna yadaribuna fil ardi yabtaguh. Yabtaguna min fadlillah. Wa akaruna yukadiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min. Wa aqimu sholata wa atu zakata wa qaridu Allah qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairun wa azam ajarah. Wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahu lazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa arja fahjur wa la tamnun tantasir wa li rabbika fanzir wa iza nukira fin nakur. Zalika yawma idhi yawmun asir. Alal kafirin ghayr yasir. Zarni wa man ulaqad wahidja. Waja'antu lahum alaman mamduda. Wabaninu shuhuda. Wama antu lahum tamhida. Thumma yatama'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urkihu su'uda. Innahu fakkara wa qadar. Kutila kai
kaifa qaddar, summa qudil kaifa qaddar, summa nazar, summa abada wa basar, summa adbar wa istakbar, wa qala in hadza illa sirru yusar, in hadza illa qawlul basar. Sa'uslihi saqar, wama adraka ma saqar, la tubqi wa la tazar, lawwahatun lil bashar, alayha tis'atu ashar, wama ja'alna ashaban nar, ashaban nari illa malaikatan wama ja'alna iddatahu illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wayazdada alladhina amanu inna amanu imanan wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun liyaqulu alladhina fi qulubihim maradu wal kafiruna maza arada Allahu bihadha masala kadhalika yudillu Allahu man yashaa wa yahdi man yashaa wa man yalum junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar اللَّهُ وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم تكن من المصلين ولم تكن تطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَذْكِرَةِ مُرِيدِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ أَنْ يُؤْتَى سُوقًا مُنَشَّرًا كَلَّا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أينسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ
فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا نهرم به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يؤل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه براق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من نبي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسيا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كل كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجنة وحريرا متقين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتبها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تذليلا
takkan dirah. Wajun ko nabi yang kasing kanami jaju azan jabila ailan biha tusan masal sabila yawayatubu alaihi wildanum mukhaladun iza ra'aitahum asibatahum lulu amman syura wa iza ra'aina sama ra'aina na'imau wa mulkan kabira aliyam syiabu sundusin khudaru wa istabaraku wa intabaraku wa hulu wa sawira min pindah wa sakum rabun syaraban tawurah inna zakana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura inna nahnu nazzalna 'alayka al-qur'ana tanzila fa'budu li'ummi rabbika wa la tudhi minhu asiman aw kafura waskuri rabbika muradan wa asila ومن الليل فاجد له وسبيه ليلا طويلا إن هؤلاء يهبون الآجلة ويزارون وراءهم يوما ثقيلا نحن لغناهم وشددنا أجرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم أمثالهم تبديلا إنا زيد تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد له عذابا أليما صدق الله العظيم.